فكرتنا من المشروع احنا في المصالحه اللي هي بناء الجسور وبناء علاقات بين المسلمين والمسيحيين الشباب من اعمار 18 ل 30 سنه في مجتمع بيت لحم. احدى هاي النشاطات اللي سويناها اليوم اللي هو رحلتنا على صحراء عرب الرشايده، تخييم ومسارات متنوعه لمده يومين. هلا الشيء الحلو اللي كان موجود بيننا اللي هو التعاون اللي صار بين ال 30 شاب وصبيه، حتى لو كانوا ما بيعرفوا بعض من اول تعرفوا بعض من خلال هذا المشروع، ومن خلال هذا المشروع صار في بينهم صداقه، طوروا علاقاتهم بين بعض، ناقشوا الاختلافات الموجوده بينهم، تعرفوا اكثر على ديانات بعض. كان إحدى أهدافنا إنه نتعرف على اختلاف ونتعرف على ثقافات ناس تانية عايشة بنفس المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، ونحاول نتقبل هاي الاختلافات. نفس الشيء حاولنا نوصل كمان عاداتنا وتقاليدنا. في كتير اختلاف، ولكن الفكرة إنه إحنا نتقبل هذا الاختلاف، لأنه الاختلاف موجود بشكل عام في كل نواحي الحياة. نحن في مسار اليوم يعني أتخيل 30 شخص واجهنا كتير صعوبات، الإشي مش كتير سهل، ولكن كان في روح الشباب وكل التغيير. فبتخيل قدرنا نوصل مع هاي المجموعة من الشباب لخطوة كتير منيحة، وبنأمل إنه نطلع بآخر هذا المشروع بقادة قادرين إنهم يكملوا المشروع من ورانا ويغيروا قد ما يقدروا من هذا المجتمع لنقدر نتقبل اختلاف بعض وأفكارنا. اشتركت اليوم في هذا البرنامج، طبعا كان مليء بالأشياء الحلوة، تعرفنا على كثير أشخاص جداد، أخذنا خبرات جديدة، كسرنا حواجز بين بعض سواء بالترفيه أو كان بالمحاضرات والمعلومات الجديدة اللي أخذناها. قمنا بمسار اليوم اللي هو على طريق البحر الميت على المطلة، منطقة اسمها المطلة، كان كثير حلو، تعاوننا مع بعض، ساعدنا بعض في الطريق، يعني كان كثير متعب بس في النهاية وصلنا لنتيجة إنه كان في تعاون بيناتنا، حكينا مع بعض، تعرفنا كثير زيادة على بعض، كثير كان إشي حلو استفدنا منه. من خلال زيارتي لهذا المكان امبارح واليوم بداية تعرفت على ناس جدد من ديانات أخرى، من ثقافات أخرى، من بيئات مختلفة. كانت الحياة هان مع البدو كثقافة ثانية مختلفة عن الثقافة اللي كنت فيها. كثير أشياء، كثير ممارسات، كثير أشياء تعلمناها استفدنا منها. أهم شيء كان في كثير ترفيه ورياضة. المسار اللي اليوم مشيناه كان مسار ممكن صحيح إنه كان شاق متعب بالشمس، ولكن مسار كثير كان حلو. أنا دخلت برنامج المصالحة جديد كشابة مسيحية حابة فكرة التنوع والاختلاف بين الأديان اللي بيقوم عليه هذا البرنامج، وكانت فكرة التخييم كفكرة أولية لهذا البرنامج عشان يمشي لبعدين. خبرتي في هذا البرنامج أو المخيم كانت لهلا كتير حلوة، استفدت منها كتير، تعرفت على ناس جداد مختلفين عني ومتشابهين في نفس الوقت. الحلو في الموضوع انه مش حلو الواحد يضل في نفس المحيط، حلو الواحد يكبر يشوف ناس تانيين حواليه وهو مش مدركهم، مش مدرك وجودهم. وكمان انا بشجع اي شاب وصبية لبعدين انه حلو يشاركوا في هيك برامج يطوروا حالهم في المستقبل، ممكن يكونوا قياديين، ممكن يكونوا فعالين في المجتمع في أي تغيير هم بشوفوه صح.